طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. يقول الله عز وجل في سورة المائدة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إلى متى يبقى المواطن العراقي يدفع حياته ثمنا في ظل انفلات السلاح؟ ليس بسلاح الميليشيات ولا داعش ولا القوات الحكومية، بل بسلاح المناسبات في الأفراح والأتراح. إلى متى يبقى المواطن العراقي يدفع حياته ثمنا لعادات وتقاليد لم تقم الحكومات المتعاقبة بإيقافها وهي مخالفة للقانون؟ لماذا لا يشرع البرلمان قانونا يجرم إطلاق العيارات النارية في المناسبات؟ وكيف يشرع مثل هذا القانون إذا كان بعض نوابه يستقبلون بإطلاق النار؟ يتساءل البعض، أين دور شيوخ العشائر من هذه الظاهرة؟ ألم يحن الوقت لاجتماعهم لقول كلمة الفصل في هذا الأمر وإيقافه؟ موت العراقيين لم يقتصر على سلاح العشائر والأشخاص وإطلاقهم للعيارات النارية في المناسبات، بل أيضا في الحوادث المرورية التي سلبت وتسلب أرواح العراقيين بسبب الشوارع المتهالكة التي سببها فساد الحكومات المتعاقبة. عشرات الآلاف بين قتيل وجريح في الحوادث المرورية منذ عام 2003 ولغاية الآن، والسبب تهالك الشوارع وعدم تنظيمها. فإلى متى يبقى جرح العراقيين ينزف وأرواحهم تزهق؟ نتحدث أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة عن استخدام السلاح في المناسبات وما تسببه من قتل وجرح للعراقيين، كما نتحدث عن الحوادث المرورية التي ارتفعت بشكل مخيف في السنوات الأخيرة. طبعا لا تخلو مناسبة في حياة العراقيين من دون إطلاق النار، سواء كان في احتفال بحادث سعيد أو في حزن على فقدان حبيب. طبعا يصل الأمر إلى استخدام أسلحة متوسطة أيضا، يعني ظاهرة إطلاق النار من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في العراق باتت تقليدا عشائريا وشعبيا في جميع المناسبات الأفراح والأحزان، رغم ما تسببه بمقتل العشرات سنويا ليغلب رصاص القبيلة على قانون الدولة والحكومة الغائبة. أحد أبرز التقاليد العشائرية التي أخذت بالاتساع في وسط وجنوبي العراق هي ظاهرة العراضة، كما تسمى، المقترنة بإطلاق العيارات النارية، وتعد هذه الظاهرة أحد ألوان الشعر الشعبي، تمارس من قبل العشائر تعبيرا عن تضامنها فيما بينها بزيارة وفد عشائري لقبيلة أخرى لديها مناسبة حزينة أو سعيدة. طبعا اللافت للنظر بأن المسؤولين في الحكومات هم أيضا لم يتجردوا من التقاليد القبلية التي تتقاطع مع قانون الدولة الذي شرعوه. يعني على سبيل المثال، يوم أمس وفي مدينة السما ومركز محافظة المثنى قتل وأصيب عدد من المشيعين لجثمان أحد شيوخ العشائر أثر إطلاق نار في أعراض عشائرية، طبعا قتل فيها طفل وأصيب آخرون، مثل ما راح نشوف في المقطع التالي. هلا 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 هلا
الله يسعد نياتكم ان شاء الله. معنا اتصال محمد من كربلاء. محمد، شلون تشوف هذه الظاهرة اللي رغم وقوع قتلى وإصابات مستمرة في المناسبات العشائرية؟ تفضل محمد، تسمعني من كربلاء؟ السلام السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا بك حبيبي الورد، الله يحفظكم ويحفظ قناتكم المباركة الطيبة. يا هلا بيك، اهلا وسهلا بيك اخوي استاذ عمر. هي بس الدجات العشائرية، بس شارع الموت مال البصرة الناصرية، بس المظاهرات، بس كورونا. هو العراق لزمته ايران ولزمته امريكا. نعم زين. شو تقول من مقاطع حقيقية؟ اكو مقاطع اذا ارسلها وشوفها على القناة، والله العظيم يا استاذ عمر راسك يشيب، شعر راسك يوقع حاله، ماكو من القهر بس من القهر. نعم. بس حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. نعم. يعني إذا سلمنا بضعف الأجهزة الأمنية، تمام؟ نعم. ليش ما يجتمعون شيوخ العشائر ويسنون عرف عشائري ويقول لك عمي بعد اطلاقات ناريه ما تصير، لان الناس دا تموت بيها. احنا كل اسبوع طبعا، احنا هاي بالمناسبات ان كان فاتحه ولا عريس، او يصير مثلا نزاع عشائري ويروحون بيها ابرياء. الى متى هذه يعني؟ الى متى يعني؟ على الاقل في المناسبه ماكو اطلاق نار. اخوي الفاتح شنو المانع؟ في يعني صارت مناسبة عراس، طلع وقام يرمي بالشارع وقل فوق السطيح وعادي، بس شغلات بسيطة أو خلاف بيناتهم العشائر، طلع سلاحه وقام هالي زين، وسووا قانون على مود الدكة العشائرية، وسووها مجلس النواب ومدري المادة عليه مدري الجيت زين، وما فات هذا الحكي لهم زين. من يتحمل المسؤولية؟ موجودة برأيك؟ يعني موجودة حتى أسلحة ثقيلة عندهم هناك يعني. نعم. أسلحة ثقيلة، مو يعني أسلحة ثقيلة، لا بندقية ولا بالكيسي ولا أكثر، حتى 23 موجود عندهم. نعم. زين، سلاح 23 مقاومة، طيارات موجودة، خاونات موجودة، قاذفات موجودة. زين، وجاي تروح بها الأبرياء مصوبين زين كاكين على مود شغلات بسيطة وشغلات معهم. من يتحمل المسؤولية؟ من يتحمل مسؤولية استمرار هذه الظاهرة القاتلة؟ صحيح، الحلوين أستاذ عمر. ها؟ لازم يسوى قانون أو مادة على كل من يخالف هذا القانون. نعم. يتحاسب. زين؟ وأنا أشكركم وأنا أشكرك أخي محمد من كربلاء. شكرا جزيلا. عطوان من بغداد. عطوان، وين الداخلية، وين الدو والحكومة من هذه الظاهرة اللي دعت تقتل العراقيين؟ انقطع اتصال مع عطوان من العاصمة بغداد. طبعا مع الموضوع مع السياسيين والبرلمانيين ما اختلف، يعني خذ على سبيل المثال استقبال النائب عن كتلة السائرون سلام الشمري في محافظة بابل بالهتاف وبإطلاق النار. خلونا نشوف هذا المقطع. عليك وانت منزل من بس لفينين، هو عمامك من تشين عليك وانت عقال فوق الراس، وانا اشهد بهاي وكلها تشهد بيك. هالريد من الله يحفظك، هالريد من الله يحفظك، دلع سوته الريد من الله يحفظك. شويه نهوس للمجال، سوي مجال، ها ترى طباع الزلم عندنا. نعم. فيديو مؤلم آخر لمقتل طفل عراقي رصدته كاميرات المراقبة
رصاصة طائشة كما تسمى من رصاص السلاح المنفلت في العراق. خلونا نشوف هذا المقطع المؤلم ونرجع لكم. طائشة أردته قتيلاً بعد أن اخترقت رأسه 5 سنتيمترات، كانوا يظنون أنه تعرض لضربة عرضية. يعني بدنا نشوف هذا المقطع اللي رصدته كاميرات المراقبة. طبعا المقطع مو جديد، ولكن بما أنه نتحدث عن السلاح المنفلت بالعراق وإطلاق العيارات النارية في المناسبات، شوف هذا الطفل اللي انقتل بسبب هذه الظاهرة، هذه الظاهرة المتخلفة اللي تخالف القانون وتخالف الشرع، وهذا اللي يطلق النار وينقتل به شخص يجي يوم القيامة ورب العزة يقول له أنت قاتل. إيش راح يقول في ذلك الموقف؟ إيش راح يقول إذا ما يخاف من قوات أمنية أو من حكومة؟ إيش راح يقول بيوم القيامة لرب العالمين؟ يعني إلى متى تبقى هذه الظاهرة؟ إلى متى يبقى السكوت عنها؟ يعني العشائر من جهة تتحمل والحكومة وأجهزتها الأمنية تتحمل، يعني أولا وأخيرا. معنا اتصال، ما سمعت الاسم. محمد من صلاح الدين. أخي محمد، كيف ترى هذه الظاهرة، ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والتي تحصد أرواح الأبرياء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أرحب أول شيء بيك وقناتكم. حياك الله، يا أهلا بيك، الله يسلمك. والله يا أستاذ، يعني هاي ظاهرة يعني غير لائقة بالعراق يعني وبالمحافظات البقية. نعم، ظاهرة إحنا ما عندنا هاي ظاهرة بصراحة دين. يعني ومع الأسف يعني إحنا لازم حكومتنا تهيمن سيطرتها على المحافظات، ما يصير يعني تخلي هالسلاح المنفلت والغيرها ما يرهم. نعم. يعني لا متى تبقى هاي الناس الأبرياء تتكتل من وراء قاع أو فصل أو فتشي؟ يعني والله جريمة. نعم، من يتحمل المسؤولية؟ محمد تسمعني؟ انقطع محمد من صلاح الدين. يعني هذه الظاهرة سيقول لك هي الظاهرة مو جديدة على العراق. نعم، ولكن استفحلت هذه الظاهرة بعد العام 2003، وترى خلوها ببالكم، يعني نوبات انت تشوف يعني نائب مثلا يطلق العيارات النارية بإيده، أو مسؤول، أو حتى ضباط في الداخلية أو في الدفاع في أعراسهم أو في أعراس أصدقائهم. يعني من يريد تطبيق القانون على المواطن هو أول من يخالف القانون. فهذه الظاهرة القاتلة، يعني أنت من باب إذا ما قدرت على الميليشيات وإذا ما قدرت على الإرهاب، فهذه تقعد أنت ويا شيوخ العشائر وتتفق على صيغة وخلص تنهوها. يعني هذه الحوادث ترى يومية تصير، هذه الحوادث يومية تقتل، يومية تجرح في الأعراس وفي الأحزان. معنا اتصال، أبو ميثم من صلاح الدين. تفضل أبو ميثم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلون قلبي؟ حياك الله، يا أهلا بك. نعم أخي أبو ميثم، أسمعك، تفضل. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. شلون قلبي؟ يا أهلا بك. والله يا أخي أنا كنت قلب أهل الطفل. نعم، على هذا الطفل اللي وقع. نعم، يعني ما أعرف هذه شنو معناها، همج مدري، قانون ماكو، مدري ثلاث أمني. نعم، اسمعني من التليفون أبو ميثم، نصي التلفزيون للأخير. من يتحمل هذه المسؤولية؟ يعني إحنا إذا نحكي القانون موجود، ولكن نجد تراخي من الأجهزة المعنية والعشائر ما دايرة بال. يعني اللي عنده واسطة، اللي عنده نائب، اللي عنده مسؤول يطقق ويرجع لي ورا. والله يا أخي هو القانون هسه، القانون انتجع، القانون انت الضعيف. نعم، يطبق على ضعيف القانون.
ما بالنسبة مثل ذول النواب ما يطبع عليهم قانون هذا. أنت من هسه ها نائب بالبرلمان هو وراء يضرب في شيء، يعني شو معناه هذا؟ ويقع بيها الصغير والكبير والشاي بس إلى طايش. وتحياتي لكم. حياك الله يا أهلا بك. نقرأ رسالة واتساب، يقول أبو حاتم من الموصل: السلام عليكم، تحية لك أستاذ عمر ولجميع الكادر. يقول: العراق بلد الحضارات والخيرات والثقافات والكوارث عبر التاريخ، والعراق تم سلبه واغتصابه من يد أهله بالقوة على يد الاحتلال وأعوانه وجرذان الخضراء، ولم يسترد عافيته إلا بالقوة. نعم. رسالة يقول فيها كيان من بغداد، يقول: أستاذ عمر مساء الخير. يقول: مو بس عرس أو فاتحة تطلق فيها عيارات نارية، حتى من يطهر ابنه أو من ينظف السلاح يطلق يقوم بإطلاق عيارات نارية. يقول: السلام عليكم. يقول: الحياة والحكومة، لا يوجد أي حكومة ولا قانون، لا أحد يتحمل أي مسؤولية، لأن دولة العراق هي دولة فاشلة. يقول: المسؤولون متهمون أو مهتمين بأنفسهم وما يهمهم شيء. يقول: أنتم وين والعالم وين؟ الناس جهل وما تقدر أي شيء ممتاز من رومانيا. معنا اتصال علاء من واسط. تفضل علاء. علاء من واسط، تفضل أخي علاء. انقطع الاتصال. سلمان من كركوك، تفضل سلمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. والله على الطفل البريء اللي هو بعدين بين وحوش. يعني زين، بس قل لي، أريد أسألك سؤال. أنا مواليد 98 تقريبا، أنا صغير ما لحقت، بس بدور صدام حسين جاي نسمع، كان أكو شيء أكو عشائر كذيب هذول وحوش، والله ما عشائر. نعم. من يتحمل المسؤولية أخي سلمان؟ والله ما أدري من يتحمل. الحكومة تتحمل المسؤولية أكيد، الحكومة، لأن هذا القائد، إذا القائد ما يسوي شيء زين، قول العشائر. طبعا العشائر كل من يقوم يبرز سيفه ويبرز بطولات وعضلات. نعم. زين، يعني المفروض الحكومة، يعني مو بس يعني هذا السلاح تحصر بيد الدولة. شنو العشائر شايل السلاح؟ والله شايل قاذفة، شايل بكيفي. زين، كمسؤولية أخلاقية العشائر والأشخاص ما يتحملون مسؤولية أخلاقية في هذه الظاهرة اللي دعت تقتل الناس؟ هذا همج، هذا تخلف أصلاً. هو الله سبحانه وتعالى كل عام وأنتم ترذلون، هي كل سنة جاي ترجع لي ورا. زين، عشائر أنتم شيوخ كبار واكلين وتعرفون وتتهمون، بدل ما تثقفون له جاي ترجعوا لي ورا، شعب جاي يرجع لي ورا. نعم. أنا أشكرك أخي سلمان من كركوك. عبد الرزاق من بابل، تفضل أخي عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك دكتور؟ الله يسلمك يعني ويحفظك، الله يخليك. دكتور، آية قرآنية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: وتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نعم. قال: إني على ما لا تعلم. صدق الله العلي العظيم. نعم. دكتور عمر. نعم. للأسف اللي نشوفه اليوم من تخلف وجهل، هذا صراحة مدعوم من قبل الأعراف والتقاليد العشائرية اللي يدعمون، ها، وصراحة يدعمون هذه الممارسات وهذه الظواهر السلبية، ويسمون أنفسهم مع كل الأسف من البلد. نعم. اللي نشوفه من مآسي ومصائب وقتل لنا ناس أبرياء دكتور عمر. نعم. هو بسبب سكوت ودعم العشائر لهذه الظواهر ومقدمتهم دكتور عمر المهاويل. اللي صراحة دولة، أنت قبل شوية طلعت مشهد شلون يمدحون الناس. ومن نسمع يعني حكيهم هذه كلها على الحكومه.
وشوفوا يعني يصيرون اضعاف يعني ضعاف النفوس لما يجيهم مسؤول، وهذا هو سبب تخلفنا دكتور عمر. لان هذول صراحه مثل ما قال الامام علي سلام الله عليه ينعقون مع كل ناعق ويميلون مع كل ريح. دكتور عمر، الشرع والدين حرم هذه الاساليب القتل وهاي الممارسات الخاطئه اللي نشوفها بالافراح والاتراح. يعني شنو ذنب هاي الناس الابرياء اللي يعني يقتلون؟ يعني مع كل الاسف شوف يعني اكو ناس، يعني ما اقول كل العراقي، لا بالعكس الشعب العراقي ناس مثقفين متنورين، لكنه اكو ثله يعني ما ترد الا بالخوف. قبل شوية أحد المتصلين ذكر يعني بأيام صدام حسين اللي يطلق طلقة ها يشال ويندب بالسجن، وشفنا يعني شو كان الهدوء والأمن. يعني أكو ثلة من المجتمع يعني ما ينطبق وياهم إلا الخوف. يعني حرية، حرية ضمير، حرية تصرف، مع الأسف هاي الممارسات وهذه التصرفات اللي جاي يتصرفوها. شفناهم يعني بعزاء شيخ من الشيوخ راحت يعني كتلة ناس أبرياء، وهو وهذه التلة أستاذ عمر العفو دكتور عمر، هاي التلة اللي أنتجت إن برلمانيين يمثلوهم. واليوم اللي يشوف اليوم بقاعة البرلمان أو مطعم البرلمان متعاركين ها على يعني مواد قانونيه، يعني ما تستوجب. يعني شوف المجتمع المتخلف كل، انا اقول ما اقول كل، بالعكس الشعب العراقي مفخر لكل الشعوب، لكن اكو كله من بالمجتمع تجدنا هيك برلمانيين متخلفين، لان هذول لو عندهم وعي وعندهم ثقافه ما كانوا يتعاركون هم ممثلين الشعب. فهاي هذه النتائج مال التخلف دكتور عمر. نعم، ونتمنى ان يوعى يعني الناس لا تبقى يعني مغمضه. وهذه يعني هذه الممارسات المفروض يعني اذا الشرع حرمها ما يتعظون. يعني يعني واحد والله شي يقول وشي يحكي، يعني اذا كل العشائر وهي العشائر له يعني مانعه هذا الشيء وما تقبل، ما كانت تستمر هذه الشغله. لكنه مع كل الاسف مدعومه من قبل العشائر. تحياتي لك دكتور عمر. حياك الله عبد الرزاق من باب الله. معنا ابو العباس من صلاح الدين، تفضل ابو العباس. على السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. شكرا استاذ العزيز. يا اهلا بك، حياك الله، تفضل عين. يا اخي ما هذا الطفل خطيه اللي راح يجيانا. نعم. يعني الحكومه شنو نايمه عندنا لو شنو الحكومه هي تريد تسوقنا للشعب العراقي. ما يهم يعني حسبي الله ونعم الوكيل على كل الحكومه. نعم. زين ابو العباس، مثلا يعني مع احترامنا لجميع شيوخ العشائر، يعني ليش ما يقعدون ويتفقون على 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 عرف عشائري يمنعون هذه الظاهره؟ الى متى؟ يعني هم يجلسون في يعني المجالس وبالفصول ويدعون الناس الى العدل والى حقن الدماء، مو هذه دماء؟ يعني اذا بالفاتحه يعني قتل الناس، واحد يحكي اذا بالعريس واحد يحكي لا والعلي شيخ العشائر هسه بهذا وقتنا والله نلتهم بس بالخمط، يعني العلبه اللي ما اظهر الاحوال اللي الشغل تعال يمي ما ادري شنو بس يتفوقهم جم وهاي ما لهم شغله لا بالشعب ولا بالعشيره ولا بكل شيء. نعم. نلتهم بالخمط كلهم يعني ما قالش مخالب بالبوق. أنا أشكرك أبو العباس من صلاح الدين، كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
اهلا بكم من جديد، معنا اتصال سليم من زاخو، تفضل اخي سليم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. شلون صحتك؟ شلون كيفاتك؟ حياك الله، الله يسلمك ويخليك. تفضل اخي. بس يا ريت تنص التلفزيون للاخير، الله يخليك. نصينا التلفزيون للاخير حتى نفتهم عليك. والله للأخير سويتها، بس صار طمع خارج العفو. تمام تفضل أخي الكريم. نعم. بال 79 أنا من دائرة استخبارات بزاخو. نعم. ولد نعم نعم أخي سليم. ولد صديقي تزوج. نعم. ولد صديقي تزوج عندي مسدس مال دائرة. نعم. أنا رميت طلقتين. طلقتين رميت، جاء الشرطة علي والأمن جاء علي، حتى الدائرة أنا بيجا علي. بقيت يومين بالسجن. نعم. بس بدون غرامة. نقلوني من دائرة قبل الدسكور الشوش. فيك الوقت كان عندنا قانون، كان عندنا الدولة، كان عندنا السلطة يا أخي الكريم. وأني مشكور ورحمة الله والديك. والديك أنا أشكرك. سليم من زاخو كان معنا. نتحدث على موضوع آخر وهو الحوادث المرورية بالعراق. يعني كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق يوم الثلاثاء الماضي عن تسجيل ارتفاع بمعدل ضحايا حوادث الطرق في البلاد خلال العام الماضي 2020، بلغ أكثر من 1500 قتيل. البيان صدر عن المفوضية، ويعني تعتبر من واحدة من الهيئات الرسمية المستقلة في البلاد، ترتبط وفقا للقانون بالبرلمان بأنها سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدد الحوادث المرورية بسبب انعدام متطلبات السلامة في الطرق ورداءة السيارات المستخدمة من قبل المواطنين. عدد الحوادث المرورية خلال عام 2020 بلغ نسبا مرتفعة وأثار القلق من نتائجها المستقبلية على الحق في الحياة. أضاف البيان بأن بغداد سجلت أعلى نسبة لعدد الحوادث لعام 2020، بلغت 871 حادث، تلتها صلاح الدين بواقع 790، تلتها النجف ب 648 حادث. أشار إلى أن عدد الحوادث المرورية خلال 2020 بلغ نسب مرتفعة، وبأن الأرقام المسجلة بحسب التقارير الموثقة لدينا 4666 حادث مروري، هذا بسنة واحدة. البيان يقول للأسف الكبير سببت بوفاة 1552 مواطن عراقي، وأصابت بحدود 10670 آخرين. معنا اتصال أبو صالح من صلاح الدين، تفضل ابو صالح. شلون استاذ عمر؟ يا اهلا وسهلا بك، حياك الله. مشتاق لك. شلونك؟ الله يسلمك ويخليك ويحفظك، الله يبارك فيك. استاذ عمر. نعم. عندنا شيخ امير خصرج بالدول العربيه يعني، بس هو بالعراق. فتوفى وعمره كبير، وسوى والله تجي قال لهم الولده قبل ما يموت، وصى قال لهم خاف اموت في شقه مستور. ها نعم. وطولة الفاتحة مالت 7 أيام في شقة مسارت، لأني وصلوا العشيرة كلهم. ها نعم. واحترموا وأبد خلاص في شقة مرمى، وهنا يمنا من واحد يموت لو يستشهد له هاي يحرقوها بالبيكيسيات بالأحاديات، وماك يعني أقول لك شغلة صايرة يعني الجاهل شايل بيكيسي بالقرآن الكريم صلاح الدين. يعني شوف هنا هذه الحادثة اللي أنت ذكرتها أخوي أبو صالح، هذه الحادثة تدل على أنه شيوخ العشائر قادرين على منع هذه الظاهرة. نعم. لا لا صحيح، ما أقول لك ما أكون ناس يعني الشيوخ يعني مضبوطة من يوصي يعني أبد في شقة مثور، يقول له أتيت إذا تريد تجينا على رأسي أدي الواجب هذا، بس ما تأذي، ما أريد ترمي في شك على رأسي بل، وظلت الفاتحة 7 أيام. ها نعم. والله العظيم أبد، ومن كل الدول الجوي من كل هاي، لأن هو أمير خصرج يعني بالدول العربية. نعم. يعني وصوب العراق، فأكو ناس تحترم ويعني هاي، بس شو أبو هي يعني أقول لك شباب طايشة ويعني ما يعرفون يعني طاي يعني شاوتهم
تعبانه. اي بس بحضور يعني. بحضور اكو بحضور شيوخ العشائر وجهاء القبائل. زين ابو صالح، احنا تحدثنا بالجزء الاول على هذا الموضوع، موضوع اطلاق العيارات الناريه في المناسبات واللي تخلف قتلى وجرحى، والموضوع الان هم نتكلم عليه مع الاسف يعني موضوع الحوادث المروريه. يعني لك ان تتخيل العام الماضي بالعراق انقتل وانصاب 12,000 عراقي، 1552 قتلوا بسبب الحوادث المروريه، السبب الرئيسي هو تهالك الشوارع. طبعا صلاح الدين جت بالمرتبه الثانيه بالحوادث بحسب احصائيات مفوضة حقوق الانسان. نعم استاذ عمر. نعم والله والله ما تبرنا غير الدراجات. انا عندي ابن اخويا شاب 2001 شاب بيخبل، سوى واحد ماخذ مقاوله، ادو اختك ماخذ مقاوله فاتح الشارع، ابن اخويا جاء سريع بالموطور ضرب التراب وانكسرت ركبته وقبل الموت. الله يرحمه. يعني غير رحم والديك، خاف غير تحط لك انت المقاول، غير تحط لك شريط، تحط لك شيء على العلامه، هي ظلمه الدنيا والله. شلون شاب ويوميه يوميه كل اسبوع كل شهر يعني مو المطارات خصوصا الدراجات يفوتون سرعه وماتوا. يعني كل يعني بالقران الكريم يعني انا اقول لك ماكو حتى يعني طشات وشوارع محفره. فاحنا شو نقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل على كل كان السبب، ورحم الله والديك استاذ عمار. انا اشكرك ابو صالح، جزاك الله خير، اشكرك. يعني ابو ياسين من بغداد، تفضل ابو ياسين. تحياتي لك اخوي. يا اهلا بك، اهلا وسهلا بك اخي. هي حكومة احنا نتكلم عنها، هي نعم. الحكومة هي اللي قابلة بهذا الشيء، وهي الحكومة هي اللي شجعت شيوخ العشائر وانطتهم سلاح، وهي اللي شجعت شيوخ العشائر تصير بيناتهم العدادية. وين هي الحكومة؟ مو هي الحكومة اللي جاي تقود قيادات هاي الحكومة، ماكو مثل الكاظمي والمالكي اللي جاي تقودهم، هم اللي حاربونا 8 سنين. هم ايران اخي وهذا شيء واضح. حتى هو البلد من اللي جاي يقوده؟ جاي يقوده العمامه، واللي جاي يقود العمامه هي ايران طبعا. فانا اعتدي مو على القيادات اللي جاي تحكمنا، اعتدي على شيوخ العشائر. مو انتم عراقيين؟ انتم مو كان توجهون هاي السبطانه واحد على الثاني؟ مو انتم اخوان؟ وجهوا هاي السبطانه على اللي ظلمكم صار 18 سنه، اللي قطع النخيل مالتكم، اللي سرق النفط مالتكم، اللي قتل اولادكم، اللي خلاكم بيناتكم انتم الطوائف تتعاركون بيناتكم. هاي السبطانه تتوجه على هؤلاء مو بيناتكم. يعني اخي هسه كل ابتزاز سووا اعراضه اندمعوا 500 واحد وتلاحكم على من؟ بس اريد اعرف. هاي السبطانه مو يا اخواني يا شيوخ العشائر، انتم صرتوا مضحكه للدول. يعني انتم بيناتكم تتكاتلون، ومن يجيكم واحد خارج العراق راح يكفخ بيكم، مع احتراماتي لكم طبعا. وهذا وضع، هذا واضح. حتى العراق صار مكفخه بيد ايران وامريكا. ليش هالشكل يا اخواني؟ صيروا ايد وحده. هاي السبطانه وجهوها على اللي اذاكم صار 18 سنه. هذا العراق من قبل 18 سنه يعني كان عراق مضبوط. ليش هسه العراق هيك وصل لهالدرجه؟ كله من ضعف عقولكم. وأنا أشكرك أخويا. أنا أشكرك أبو ياسين من بغداد كان معنا. أبو عبد الله من تكريت، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك. شلونك عين الشاد عمر؟ الله يسلمك ويخليك، الله يحفظك دكتور عمر، الله يحفظك. نعم. وهاي ترى مسؤولية المجتمع مو مسؤولية الحكومة. نعم للمجتمع. يعني شنو والله بالافراح يطقون بالاحزان يعني، وليش هذا؟ هاي حرامات المواطنين العراقيين. لكن الحكومه كذلك تتحمل المسؤوليه الاكبر. يعني مثلا لو اليوم الحكومه اعلنت عن لمده خلينا نقول شهر، لمده شهر اي واحد يطلق رصاصه واحده ينحبس كذا يوم، يتغرم كذا، وشوف انت النتائج راح تتغير. والله صحيح يا دكتور. نعم. عمر بس يا اخي ويتحملها المجتمع طبعا، هم يتحملها المجتمع، ولكن المسؤوليه الاولى والاخيره. تدري انت الانسان اذا ماكو قانون يضبطه راح تصير فالتون. يعني اغلب الناس ما راح، ممكن ما نقول الاغلب ولكن فيهم ما راح يلتزم، ولكن اذا اكو قانون مشدد من قبل الحكومه ما راح احد يقدر يطلق رصاصة واحدة.
نعم والله يا دكتور عمر نأسف على هاي الأحداث اللي تصير على هاي العراقيين. نعم. يعني يجي بالدم البارد فوق ما بلدنا محتل، فوق ما بلدنا تدمر، فوق ما تدمرنا، والنوبة بالبارد يروحون المواطنين لا ماكلين ولا شاربين والله. نعم. وهاي يعني وضعية الحكومة تعبنا منها بعد ما عاد نقدر نسأل هذا، من قد ما حشينا بزعنا من هذا الحشم والله. فأريد من الشوق العشائر توعية للمجتمع مالهم، شنو يعني يعني شنو بالأفراح بالأحزان هالطق هذا البلا مبرر، يعني كلها ما له داعي، يعني ما هذا. وسلامتك وسلم الله يسلمك يا عبد الله. الله يسلمك والله يحفظكم يا رب. عطوان من بغداد يعاود الاتصال، تفضل. الله يحفظك. الله يسلمك. بالرعاية الاجتماعية رحمة الله، أنا عمري 60 سنة وتعبان. نعم نعم. أنا أشكرك عطوان من بغداد لأن ما أعرف انقطع الاتصال. طبعا خلونا نجي نتابع موضوع الحوادث المرورية. يعني بيان مفوضية حقوق الإنسان في العراق طالب بشكل عاجل التزام مطابقة معايير السلامة في الطرق السريعة والرابطة بين المدن الرئيسية، ودعا أمانة بغداد ووزارة الإسكان والإعمار والبلديات العامة وكل المحافظات إلى تأثيث الطرق الخارجية والداخلية وتأمين متطلبات السلامة فيها بما يحافظ على حياة المواطنين ويقلل الحوادث المرورية حفاظا على المصلحة العامة. طبعا لا تعلن السلطات الأمنية في العراق عدد ضحايا الطرق بالعادة، ويعتبر الإحصاء الجديد لمفوضية حقوق الإنسان في البلاد يعني تقريبا الأول بعد إحصائية في عام 2018 صراحة نجي عليها. لكن مسؤول في وزارة الداخلية قال بأن المفوضية اعتمدت على أرقام مديرية المرور العامة وهي أقل دقة من أرقام وزارة الصحة. أضاف بأن العدد قد يكون أكثر من المعلن بسبب تسجيل حوادث كثيرة على طرق خارجية تعاملت معها الفرق الصحية كالإسعاف أو المواطنين الذين تبرعوا بنقل الضحايا للمستشفيات دون المرور بالشرطة. لفت إلى أن عدد ضحايا حوادث الطرق بات أعلى من ضحايا العمليات الإرهابية تصوروا وأعمال العنف في البلاد. العام الماضي لم يتجاوز ضحايا الإرهاب والعنف عتبة 400 ضحية، بينما في الطرق عدة أضعاف هذا العدد. الناشط وعضو منظمة السلام لحقوق الإنسان عبد السلام القيسي أشار إلى أن بإمكان ذوي الضحايا التقدم بشكوى ضد الحكومة لكونها الطرف الأول المتورط في أغلب حوادث السير بفعل رداءة الطرق وما خلفه الفساد على قطاع الطرق والجسور في البلاد، لكن للأسف في العراق لا توجد ثقافة قانونية كافية حيال هذا الأمر. أضاف بأن أكثر من 70% من الحوادث المرورية نتيجة سوء البنى التحتية للطرق والمطبات والحفر وانعدام الإشارات التحذيرية والأسيجة الأمنية على جوانب الطريق والفساد الجاري في دوائر المرور بمنح رخص القيادة دون أي اختبار، فضلا عن عوامل كثيرة أخرى تترتب عليها مساءلة دوائر حكومية معنية بهذا الملف. تابع عدا عن الضحايا الذين يقتلون جراء هذه الحوادث، هناك أعداد من المعوقين يضافون سنويا نتيجة تلك الحوادث، واعتبر بأن تضرر الطرق جراء العمليات الإرهابية والعسكرية من استخدامها للناقلات والدبابات والآليات الثقيلة أدى إلى تهالكها دون وجود أي عمليات صيانة حقيقية، وهذا هو السبب الرئيس لاستمرار نزف العراقيين على تلك الطرق على حد تعبير. طبعا نهاية عام 2019 قال مدير برنامج رصد الإصابات الخارجية في وزارة الصحة أحمد أبو رغيف بأن إحصائيات الوزارة عن الحوادث المرورية خلال الأعوام العشر الأخيرة تظهر حصول 66 ألف حادث مروري سببت وفاة 22,952 شخص، فضلا عن إصابة 79 ألف آخرين. 100 ألف قتيل ومصاب بحوادث السير في العراق خلال 10 سنوات من العام 2008 ولغاية العام 2018. معنا اتصال أبو عبد الله من بغداد، فضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. شلونك يا عمر؟ حياك الله وبياكم يا قناة الطيبة. الله يسلمك ويخليك. يا قناة اللي هي شايلة هموم العراقيين جميعا يا عم. الله يسلمك، هذا أقل واجب. تفضل. والله يا عم، والله يا عم أقول لك، إحنا في حاب وفي دوامة، ما عندنا إلا فزع الله يا عم، بالله العلي العظيم. نعم. ونشهد الله أولا الذي هو خالق الخلائق
السماوات والارض ورب العرش العظيم. يا عمي محكوم علينا بالاعدام ولكن ما منفذ الاعدام عليه. نعم والله يا ما تطلع منا لهنا وين رايح؟ جبنا منا وين تجي منا منا وش عندك تجي منا يعني حد طلع حد يعني ما فجأة طلع وكلنا بيروح وشيمو وغيره من حكام العصب والعصب والخوش وادم بجاه النبي عند الله يفزعنا الله يا عم يا عم يفزعنا الله يا عم شقق الله بدوامه يا عم شقونا الى الله الواحد القهار العظيم الجبار شكونا الى الله يا عمي ما نعرف مصيرنا مجهول يا عمي كل من تقير الحكام العرب خلي يفزعنا ناشي الحكام العرب الى بيهم غيره على العراق اللي يفزعون للعراق الله اكبر يا عم العراق في دوام وفي قرب الا فتحة الرحمن الرحيم يا عرب افزعونا يا عرب افزعونا الحكام العرب كلكم مروه وعدكم غيره يا الله افزعنا يا الله كرام لعرشك يا رب واللي حملت عرشك ولأسماك الحسنى وصفاتك العلى وبحق نبيك محمد وآل محمد افزعنا يا الله مروتك يا الله أقتنا يا غيث المستغيثين يا رب العرش العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أشكرك أخي العزيز. طبعا وزارة الصحة والبيئة في العراق عام 2018 قالت بأن على الضحايا الحوادث المرورية في البلاد بلغ نحو 100,000 قتيل ومصاب خلال السنوات من 2008 ولغاية 2018. اعتبرت بأن حوادث الطرق الخطر الثاني الذي يهدد العراقيين بعد العمليات الإرهابية. ومثل ما أشرنا خبراء يربطون زيادة الحوادث بتهالك البنية التحتية للطرق وانعدام الإشارات ووسائل التحذير وعدم تجديد الشرطة على إجازات القيادة بالإضافة إلى انتشار استخدام الهاتف النقال وأسباب أخرى. وهذه كذلك يعني ليش إحنا اليوم ربطنا موضوع إطلاق العيارات النارية في المناسبات؟ لأن عملية مزدوجة تتحملها الحكومة وأجهزتها ويتحملها المجتمع. المرور نفس الحالة. الحوادث المرورية السبب الأول والأخير بحسب التقارير هو تهالك الشوارع وعدم وجود إشارات، وكذلك يتحملها المجتمع سياقة سريعة، يظلون يستخدمون الهاتف النقال وهم في الطريق، فهذه مسؤولية مشتركة. معنا اتصال من الموصل. أم محمد من الموصل، تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. ونحييكم ونحييها القناة الشريفة. يا هلا بيك. أخوي أريد أتنوه على هاي المشكلة مال المعتقلين ومال الجنات المستمسكات الفاقدها، ما حد يعي طلع لنا الروح كلها واسطات فلوس يعني كثيرة تمشي الواسطة. أيه. ما أكو عنده فلوس يضل الواحد مجهول الهوية أسلحنا. أيه. أيوة أريد حل لهاي المشكلة، عندنا مسؤولين البرلمان يقولنا حل لهاي القضية. نعم اي والله وعلى الواو. اشكركم انا اشكرك ام محمد من الموصل كانت معنا. تحدثنا في هذه حلقة حول اطلاق العيارات النارية في المناسبات في العراق وما تودي باصابات وتودي بقتلى من المواطنين العراقيين، وكذلك تحدثنا في الجزء الثاني عن الحوادث المرورية التي تسجل أرقام مخيفة. فقط في 2020 مثل ما أشرنا قتل 1552 في هذه الحوادث المرورية وأصيب أكثر من 10,000 شخص منذ العام 2008 ولغاية العام 2018. 100,000 بين مصاب وقتيل في هذه الحوادث المرورية، والسبب الرئيس هو تهالك الشوارع والفساد الحكومي اللي يسبب استمرار تهالك الشوارع في العراق. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.